الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. نواصل كلامنا عن التاريخ الليتورجي لكنيسة الإسكندرية، ودي الحلقة رقم 39. احنا في القرن السابع الميلادي. هكلمكم عن جزئية مهمة بتبين غموض ممكن يكون عند البعض فيما يختص بالمعمودية والصوم الكبير. هكلمكم عن احتفاظ الأسبوع السادس من الصوم الكبير بمراسيم إجراء المعمودية منذ القرن الرابع وحتى اليوم، حتى لحد النهاردة. إيه اللي خلى الكنيسة تحتفظ بالأسبوع السادس من الصوم الكبير، إن ده مناسبة إجراء المعمودية؟ الكلام اللي هكلمكم دلوقتي عنه هو عبارة عن ملخص إجابة حار فيها بعض علماء الليتورجية وقدموا بخصوصها أبحاثا ودراسات مطولة جرى بينهم سجال وشد وجذب، ولكن أمكن فك كتير من الغموض الذي كان يكتنف هذه الفترة لما ربنا سهل وحصلت على نص رسالة أنبا مقارة أسقف منوف العليا، والتي تعود إلى القرن العاشر الميلادي، ودي لقيتها في مخطوط رقم عربي 100 بالمكتبة الأهلية بباريس، وسيأتي الحديث عنها تفصيلا فيما بعد. فإيه الموضوع بالضبط؟ بحسب التقليد القديم لكنيسة الإسكندرية كان زمن الصوم المقدس الكبير 6 أسابيع، زي ما قلنا الكلام ده من قبل، شاملة فيها أسبوع البصخة المقدسة، وذلك منذ أيام البابا أثناسيوس الرسولي وحتى إلى ما بعد أيام البابا كيرلس الكبير في القرن الخامس الميلادي. في الفترة دي كانت مراسيم المعمودية تمنح في الأسبوع السادس من الصوم المقدس الكبير، حيث تبدأ هذه المراسيم يوم الجمعة العظيمة. ما هو الأسبوع السادس ده اللي هو كان يبقى فيه الجمعة العظيمة وسبت الفرح وعيد القيامة، فتبدأ هذه المراسيم يوم الجمعة العظيمة اللي هو بيدعى يوم الاستعداد باراسكيفس، لأن اصطلاح الاستعداد باراسكيفس ده هو الاسم القديم ليوم الجمعة العظيمة. من بين المراسيم الممهدة للمعمودية الصلاة على زيوت المعمودية، وتكتمل هذه المراسيم بمنح المعمودية المقدسة في ليلة عيد الفصح. لما حصل فصل بين الصوم الكبير وصوم البصخة المقدسة، عشان يبقى الصوم الأول 6 أسابيع والصوم اللي بعده اللي هو البصخة أسبوع سابع، في غضون القرن السادس الميلادي أو بعده بقليل، صارت الجمعة العظيمة هي الجمعة السابعة من الصوم، مش كده؟ وحفاظا على التقليد القديم ومع ازدياد الطقوس والصلوات الطويلة في يوم الجمعة العظيمة لتغطي طيلة اليوم كله، انتقلت مراسيم طقوس المعمودية إلى الأسبوع السادس من الصوم لتبدأ في يوم الجمعة السادسة من الصوم، فبتبدأ بالصلاة على زيوت المعمودية وتكتمل هذه المراسيم في الحد السادس من الصوم كما كان يحدث في الطقس القديم. الفرق هنا هو أن الحد السادس من الصوم لم يصبح هو أحد الفصح، بل الأحد السابق له.
لما امتد زمن الصوم الكبير ليصبح 8 أسابيع في منتصف القرن السابع بعد إضافة أسبوع هرقل في مقدمته في بدايته، يعني احتفظ الأقباط بالأسبوع السادس من الصوم الكبير ليكون هو أسبوع المعمودية كما كان في الطقس القديم. فتزحزحت مراسيم الاستعداد للمعمودية بما فيها الصلاة على زيوت المعمودية، تزحزحت إلى الجمعة السادسة من الصوم ليكون هو الأحد السادس من الصوم، هو يوم المعمودية نفسها. يعني الجمعة السادسة من الصوم تبدأ مراسيم المعمودية، والأحد السادس من الصوم بيكون هو يوم المعمودية نفسه. هنا ظهرت تسمية هذا الأحد بيوم أحد التناصير، ده سبب هذه التسمية. ومن أجل هذا إنجيل قداس أحد التناصير هو عن المولود أعمى، وده أحد أشهر رمزين من رموز العهد الجديد عن سر المعمودية، معمودية الماء والروح. من المبدع أن نعرف أيضا أن يوم الجمعة السابقة لأحد التناصير هي الجمعة السادسة من الصوم الكبير اللي كان فيها بيتم المراسيم بتاعة المعمودية منذ البداية، تتركز فيها حاليا قراءات القداس الإلهي عن المعمودية، كما أن إنجيل القداس هو من إنجيل معلمنا يوحنا البشير الصح 3 هو عن المعمودية أيضا. هذا يريك الوقت الذي وضعت فيه قراءات الصوم المقدس الكبير تقريبا. بيحدد القانون المصري المقصود به هنا هو قوانين هيبوليتوس ومعه القانون الإثيوبي أن الاحتفال بمنح المعمودية المقدسة يكون في فجر يوم الحد، من غير ما يحدد أنه يلزم أن يكون يوم أحد عيد القيامة بالتحديد. ولذلك فإن أحد التناصير السابق ليوم أحد الشعانين قد اختص بتعميد كثير من الأطفال، ليس في الكنيسة القبطية فحسب بل في كثير من الكنائس الشرقية الأخرى. ده من جهة تسمية أحد التناصير. أما من جهة ظهور تسمية جمعة ختان الصوم، فإنه بإضافة الأسبوع الثامن من الصوم في بداية الصوم وانتقال يوم الجمعة السابعة من الصوم اللي كانت قبلا هي بدء مراسيم المعمودية بما فيها الصلاة على زيوت المعمودية قبل إضافة الأسبوع الثامن أي الجمعة السادسة، سميت هذه الجمعة السابعة من الصوم باسم جمعة ختان الصوم، بينما ظل تكريس زيوت المعمودية وإجراء مراسيم المعمودية تتم في الجمعة السادسة من الصوم. في أواخر القرن العاشر الميلادي انفصل طقس تكريس زيوت المعمودية عن مراسيم إجراء المعمودية، وانتقل طقس تكريس زيوت المعمودية من الجمعة السادسة من الصوم إلى يوم خميس العهد. بس كان ده بعد فترة تأرجح بين اليومين المذكورين، وذلك طبقا لتقليد الروم وليس لتقليد الأقباط الذي دام فيه تكريس زيوت المعمودية مع إجراء مراسيم المعمودية في الجمعة السادسة من الصوم الكبير، حيث استمر هذا الأمر لقرابة 1000 سنة. هنا حدث فصل واضح بين وقت تكريس زيوت المعمودية ووقت إجراء مراسيم المعمودية نفسها،
التي ظلت سارية حتى اليوم بالأحد السادس من الصوم الكبير اللي هو أحد التناصير، وفي مقابل ما كان يجري في جمعة ختام الصوم من تقديس للزيوت الخاصة بالمعمودية، وبعد انتقال تكريس هذه الزيوت إلى يوم خميس العهد، أدخل الأقباط إلى يوم جمعة ختام الصوم بعد بضعة قرون طقس آخر لتقديس زيت آخر، وهو زيت سر مسحة المرضى، حيث دعي هذا السر في الكنيسة باسم القنديل العام، وده لم يظهر في الكنيسة إلا أواخر القرن 14 الميلادي على أقل تقدير، لأن ابن كبر اللي تنيح سنة 1324 ميلادية لم يكن يعرف هذا القنديل العام، كما أن مخطوط رقم عربي 100 بالمكتبة الأهلية بباريس حين كان يسرد سيرة البابا بنيامين الثاني اللي جلس على الكرسي من 1327 إلى 1339 ميلادية، وعمله للميرون بدير القديس أنبا مقار ببرية شهيد سنة 1330 ميلادية يوم الجمعة من الجمعة السبعة من الصوم المقدس، لم يورد شيئا عن هذا القنديل العام. ده معناه أن القنديل العام في الكنيسة اللي بيمارس حاليا في جمعة ختام الصوم لم يكن معروفا حتى القرن الرابع عشر الميلادي. على فكرة حتى النهاردة برضو في القنديل العام في الكنيسة لما نفتح كتاب الصلوات نلاقي كل النصوص الواردة في هذا القنديل العام بصيغة المفرد، يعني هذا المريض هذا المريض هذا المريض، برغم ان احنا بنصلي على كل الشعب. ده بيثبت ان الاصل ما كانش صلاة تقال لكل الشعب، لكن هي سر مسحة المرضى كان من اجل مريض معين بتصلي الكنيسة من اجله في بيته. هنا ملاحظة اخيرة عايز اقولها، وهي أن ظهور أحد التناصير والجمعة السابقة ليه في القرن السابع الميلادي كان سابقا على وضع القراءات الكنسية للصوم الكبير، فجاءت القراءات موافقة لهذه المستجدات. وأما ظهور طقس القنديل العام في جمعة ختام الصوم فجه في زمن متأخر كثيرا عن زمن وضع قراءات الصوم المقدس الكبير، لذلك لا تجد رباطا محكما يربط بين قراءات الصوم الكبير وبين القنديل العام. أتمنى أن الكلام يكون مفهوم، يعني قراءات الصوم الكبير اتحطت بعد ما حصل في الكنيسة ما عرف باسم أحد التناصير، فجت القراءات بتاعة الصوم الكبير موافقة للتعديل الجديد الذي طرأ على الكنيسة، لكن هذه القراءات ما هيش متمشية مع القنديل العام اللي ظهر متأخراً، لأن كانت القراءات محطوطة قبله بقرون، فنلاقي مفيش اتفاق أو تناغم بين ما يقرأ في جمعة ختام الصوم حيث القنديل العام وموضوعات فصول القراءة في الصوم المقدس. ننتقل إلى جزئية أخرى. في العصور المسيحية الأولى وحتى القرن السابع الميلادي
ولا سيما في كنيسة شمال إفريقيا. شاعت عادة إفريقية هي أن الشعب يأكل يوم الخميس الكبير بعض الأطعمة الشهية ثم يحتفلون بخدمة القداس الإلهي ويتناولون الأسرار المقدسة اقتداء بما فعلوا يسوع في يوم الخميس الكبير. عندما تناول أولا العشاء حسب العادة ثم أعطى الأسرار الإلهية للتلاميذ. ويظهر أن هذه العادة شاعت قبل المجمع المسكوني الثاني القسطنطينية يعني سنة 381 ميلادية، لأن مجمع اللاذقية الذي عقد قبله انتقد هذه العادة. مجمع اللاذقية أورد قانون رقم 50 بيقول إيه هذا القانون؟ لا يجوز حل الصيام الكبير في يوم الخميس من الأسبوع الأخير، أعني يوم الخميس الكبير المقدس، ففي ذلك احتقار وخرق للصوم كله، بل يجب أن نصوم كل فصل الصيام الكبير ولا نتناول فيه إلا الأطعمة الجافة. كما نجد أيضا إشارة لهذه العادة في مجمع قرطاجنة اللي عقد سنة 419 ميلادية، وده حط 140 قانون، ده معروف باسم مجموعة القوانين، القوانين بتاعت هذا المجمع يعني بتعرف باسم مجموعة القوانين الإفريقية. لما عقد مجمع تورولو سنة 692 ميلادية أشار في قانون رقم 29 بيعقب على ما ذكره مجمع قرطاجنة سنة 419 ميلادية بخصوص ذلك الأمر. إذن كانت عادة شاعت في كثير من الكنائس فاضطرت قوانين المجامع أنها توقفها، وواضح أنها عادة كانت سائدة أو يعني موجودة لحد القرن السابع الميلادي. ننتقل إلى جزئية أخرى. عيد الميلاد كان يمتد ليشمل 3 أيام، هي 28 كياك 29 كياك 30 كياك. ده بيتضح لينا من سيرة البابا بنيامين الأول في القرن السابع الميلادي اللي هو البابا 38 من باباوات الإسكندرية، فنقرأ في سيرته العبارة الآتية: كملنا العيد ذلك اليوم، وغدو الذي هو 29 يوما من كياك، وثالثه إلى آخره. فقال ذلك اليوم وغده وثالثه وقال 29 في النص، يبقى واضح أن التعييد 28 29 30. ده بيؤكد أيضا ما ورد في سيرة البابا خريستودولوس في القرن 11 هو البابا 66، بنقرأ في سيرته ما يلي: أصبح يوم الميلاد الأول وهو 28. وابن سباع يوحنا ابن أبي زكريا ابن سباع في القرن 14 بيقول: ثم يتلوه عيد الميلاد المجيد وهو يومان، 28 من كياك والتاسع 29. وقد شهد بذلك السنكساري بتعييد اليومين معا، لأن المسيح له المجد، ولد في 28 وملأ نوره المغارة، فلم ينظروا إلا في 29 طفلا ملفوفا بالخرق،
ولذلك عيدوا له اليومين معا. ويجب أن يكون له براموني وهو صوم يوم واحد قبله إلى المساء، ويكون القداس فيه أي في العيد سحرا جدا، وذلك تمجيدا للعيد إلى آخره. أنا بس يهمني هنا أقول ملاحظة، أن لما نقرأ حاجة ليوحنا بن سباع نهتم جدا بذكره لوقائع الطقس، لكن لا نهتم كثيرا بشرحه لهذا الطقس. بحسب القانون السابع من العشر قوانين اللي عملها البابا غابريال ابن توريك في القرن الاثناشر، بيكون الاحتفال بعيد الميلاد 3 أيام، ولكن بحسب قوانين البابا كيرلس الثالث ابن الأقلق هناك ثاني يوم الميلاد فقط الذي يعامل كطقس عيد الميلاد تماما. وبظن ان ما قيل دلوقتي عن ان 28 29 و30، هل دي 3 أيام أعياد الميلاد ولا يوم 28 كان محسوب انه برامون الميلاد؟ دي جزئية غامضة صعب ان حد يقدر يقطع فيها الا بعد دراسة مستفيضة ومتأنية. نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، ونكمل ان شاء الله في حلقات قادمة. ولربنا المجد الدائم إلى الأبد. آمين.